السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم زميلتكم الاء هشام من تيم اور كورس. النهارده هنشرح مع بعض الشابتر الثاني في مديول الاي ان تي، جزء النوز بعنوان اكيوت ساينوسايتس. يعني ايه اكيوت ساينوسايتس؟ يعني التهاب في الجيوب الانفيه. تعالوا نتعرف، ناخد كام معلومه كده عن الساينوسس دي واماكنها فين واشكالها ايه قبل ما ندخل في تفاصيل المحاضره. احنا عارفين ان ساينس معناها جيوب او فراغ، فالساينوسس او الجيوب الانفيه دي عباره عن جيوب او فراغات بتكون موجوده في البون اوف ذا سكال، موجوده في عظام الجمجمه. في منها معانا اربع اشكال او اربع انواع. في فرونتال دي بتكون موجوده في الفرونتال بون. في معانا اثنين اسمويدال ودي بتكون موجوده عند الميديال بورت اوف ذا اوربت. معانا اثنين ماكسيلاري ودي بتكون موجوده اوفر ذا شيكس. ومعانا كمان اثنين سفينويدال، كل سفينويدال ساينسز دي بتكون موجوده بيهايند ذا اوربت، موجوده ورا الاوربت او موجوده ورا العين، فبالتالي ما بتكونش ظاهره معايا من بره. يبقى هم اربع انواع، في فرونتال واسمويدال وماكسيلاري واسفينويدال كمان. كل ساينس من دول بتكون لايند من جوه ميوكوز. الميوكوز دي جواها جلانز، تبدا الجلانز دي تفرز ميوكوس. الميوكوس ده بيروح فين؟ كل ساينس من دول بيكون بتفتح بفتحه او بتفتح بقناه جوه مين؟ جوه النوز. الفتحه اللي بتوصل لي النوز بالساينس اسمها ايه؟ اسمها اوستيوم. والاوستيوم دي من خلالها بيتم افراز او بيتم صب الميوكوس اللي اتكون ده، ويبدا ان هو يتصب جوه النوز، بيخرج من خلال مين؟ من خلال الاوستيوم. المحاضره بتاعتنا اسمها اكيوت ساينوسايتس، يعني هنبدا نشوف ازاي بيحصل انفلاميشن او ازاي بيحصل التهاب في الجيوب الانفيه دي. ونفرض دلوقتي ان الاوستيوم اللي هو عباره عن الفتحه اللي بتوصل لي النوز بالساينس اتسدت واتقفلت، بالتالي الميوكس اللي كان بيتكون جوه الساينس مش هيعرف يتصب ولا يعرف يخرج جوه النوز، يعني مش هيعرف يخرج في النوز، بالتالي هيحصل له اكيوميليشن جوه الساينس، والتراكم بتاعه جوه الساينس ده هيؤدي الى انفلاميشن، فبالتالي انا وصلت للاكيوت ساينوسايت. دي حاله ان الفتحه اتقفلت فالميوكس اتراكم فهو اللي سبب لي الانفلاميشن. لو رجعنا للعنوان بتاعنا، نرجع بقى احنا معنون حضرتنا قلنا acute sinusitis، itis يعني inflammation، وacute sinusitis معناه ان ده acute inflammation، التهاب حصل في الميوكوبريوستيال لايننج، حصل في الميوكوز اللي عامل لايننج للبارا نيزال sinuses. ممكن يكون الانفلاميشن ده حصل في sinus واحدة او في اكتر من واحدة. طيب يا ترى بقى الانفلاميشن اللي حصل ده ايه؟ هيوصل للساينس ازاي حصل التهاب؟ ممكن زي الحاله اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، او ممكن تكون اصلا الانفكشن مثلا بدات في النوز، كان في انفكشن في النوز وبدات تتنقل من النوز وصلت للساينس من خلال الفتحه اللي بتوصل الاثنين ببعض اللي اسمها الاوستيوم. طيب بالمناسبه دي انهي ساينس؟ دي الماكسيلاري ساينس. ممكن الانفكشن توصل للماكسيلاري ساينس من النوز، او ممكن دنتال سنان في تسوس في الاسنان، او في انفكشن في السنان تحت تبدا الانفكشن دي تتنقل من السنان وتروح لاقرب ساينس قريبه ليها وهي الماكسيلاري ساينس. او ممكن يكون الانفكشن او الانفلاميشن ده جالها اكسترنال، حاجه من بره استهدفت بشكل مباشر الساينسز فهي اللي عملت فيها الانفكشن او هي اللي عملت فيها الالتهاب ده. فدول الثلاث مصادر. يبقى قلنا ممكن يكون انفكشن في النوز وانتقلت من النوز للساينس من خلال الاوستيوم، او من السنان وانتقلت للساينسز، او اكسترنال من بره، او تكون الفتحه اصلا اتقفلت فتراكم الميوكس هو ده اللي سبب لي الانفلاميشن. طب طالما انفكشن وانفلاميشن فاكيد في بكتيريا، فهناخد بعض الكوزاتيف اورجانيزمز او بعض الاورجانيزمات اللي بتؤدي الى حدوث اكيوت ساينوسايتس. اول واحده معانا هي الستريبتوكوكس نيومونيا، هيموفيلس انفلونزا، والمورجزيلا كاترينس. ولو افتكر دول نفس الاورجانيزمات اللي كانوا بيعملوا لنا اوتيتس ميديا. طيب كان برضو الانفكشن كانت بتبدا من النوز وكانت بتمشي في الاوستيكيان تيوب وتروح للميدل اير تعمل فيها اوتيتس ميديا، وتقريبا نفس الفكره بالظبط. انا هبدا بانفكشن في النوز وبعد كده تبدا تمشي في الاوستيوم، ومن الاوستيوم توصل للساينس وتعمل لي اكيوت ساينوسايتس. تمام. في كمان انيروبيك اورجانيزمز. انيروبيك اورجانيزمز دي بتبقى انفكشن او اورجانيزمات معينه بتبدا تصيب الاسنان في حاله تسوس السنان والكلام ده كله، ويبدا التسوس ده ويبدا الانفكشن دي بتتنقل من السنان تروح لاقرب ساينس قريبه للسنان وهي الماكسيلاري، وتؤدي الى حدوث ماكسيلاري ساينوسايتس. وبالتالي ممكن نجمع الاورجانيزمات دول اللي بتعمل لي اكيوت ساينوسايتس في كلمه سماح، بحيث الام الاس ستريبتوكوكس، الام مورجزيلا كاتاريلس، الاي انيروبيك اورجانيزمز، والاتش هتبقى هيموفيلس انفلونزا. طيب بعد كده الروت اوف انفكشن. الانفكشن بتيجي منين؟ دول اللي احنا لسه قايلينهم على الرسمه دلوقتي. اول حاجه نيزل روت. نيزل روت انفكشن معناها ان كان في انفكشن في النوز هتوصل للساينس من خلال الاوستيوم. زي ايه؟ اشهر حاله معانا لازم نكون عارفينها اكيوت راينايتس. اكيوت راينايتس ده دور البرد العادي جدا، كان في انفلاميشن وكان في التهاب في النوز، وبدات الانفكشن او التهاب ده يتنقل من النوز ليه ايه؟ ليه الساينس ده الكومنس ده في الاغلب، يعني حد كان عنده دور برد والبرد قلب معاه بايه؟ قلب معاه بجيوب انفيه. او ممكن يكون قالت سويمنج اند دايفنج ان بلوتد ووتر، السباحه والغطس في ميه مش ملوثه وميه مش نظيفه. قال لك بدات الانفكشن وصلت للنوز، ومن النوز وصلت لمين؟ للساينس من خلال الاوستيوم. او نيزل بيكنج. نيزل بيكنج ده عباره عن ايه؟
بيقول دلوقتي في حاله الابستاكسس يعني في نزيف من الانف في بليدنج، بيجيبوا قطع من القطن كده ويبداوا يحشوها ويحطوها جوه النوز علشان يوقفوا البليدنج او يوقفوا النزيف. ممكن القطن ده ما يكونش نظيف، ممكن العمليه اصلا او الاجراء ده يتم بشكل مش صح، او يكون فيه اي استخدام او اي حاجه استخدموها كانت ملوثه. فده عامه مصدر من ضمن مصادر الانفكشن. وصلنا الانفكشن او وصلنا العدوى دي للنوز، ووصلت من النوز للساينسز او نيزل فورين بادي. يعني ايه نيزل فورين بادي؟ يعني اي جسم غريب وصل للنوز، مثلا طفل صغير بيلعب ايده مش نظيفه فبدا يحط ايده في النوز بتاعته، او كان مثلا ماسك قلم ماسك اللعبه بتاعته بيلعب وقام حاططها في ناحيته، فدي برضو مصدر العدوى اللي هتتنقل من النوز للايه، من النوز للساينسز. او ممكن يكون الموضوع دنتال، جاي من الدنتال روت يعني جاي من الاسنان. قلنا زي لو في انفكشن في السنان اللي هو سكندري بريمولر والفيرست مولر تيس، دي السنان الاقرب لمين؟ قال لك دي اقرب سنان او الموجوده تحت المجزره الساينس على طول، بالتالي هتعمل فيها مجزره ساينسايتس. او ممكن يكون الدكتور كان بيخلع سنه او بيخلع درس، وهو بيخلع الدرس ده هو كان دكتور غشيم شويه فادى الى حدوث فيستيلا او فتحه وصلت لي الاورال كافيتي بمين؟ بالمجزلري ساينس، فبنسميها اورو انترال فيستيلا. اورو علشان اورال كافيتي، وانترال علشان ده الانترام اوف المجزلري ساينس، هي المجزلري ساينس يعني. فادي اورال انترال فيستيلا، الفيستيلا اللي ما بين الاورال كافيتي والانترام اوف المجزلري ساينس. او ممكن يكون موضوع اكسترنال، اكسترنال ده من بره اصلا، زي ان حصل فراكشر بشكل مباشر للساينس، او بنتريتنج الفورين بادي زي الجان شوتس مثلا، قال لك دخول اي جسم غريب حد خد طلقه اصلا في قال لك الساينس دي، فهو ده اللي عمل لها الانفلاميشن يعني. طيب ايه السيمبتومز بقى؟ البيشنت ده هيجي لي بيشتكي من ايه؟ ايه الاعراض اللي هيبقى جاي يشتكي منها؟ في حاجات جنرال عادي اللي تقريبا اي حد عنده جيوب انفيه او شاكك ان عنده جيوب انفيه بيبقى عنده الاعراض دي، اللي هي كلمه فاهم اللي هو فيفر وانوركسيا وهيدك ومليز، يعني حاسس ان هو عنده حمى، درجه حرارته عاليه، عنده صداع، جسمه وجعه، حاسس ان هو مش قادر يعمل حاجه، مفرهد، الكلام ده كله، فهو بيكون شاكك في ايه؟ في جيوب انفيه. قال لك دي اول حاجه. طب ايه اللوكال سيمبتومز بقى؟ بيجي بيشتكي من ايه كمان؟ قال بيشتكي من نيزل ابستراكشن، مناخيره مسدوده. قال لك ودي طبعا هتختلف فروم سايد تو سايد، من جنب للتاني، على حسب انهي ساينس اللي متاثره، على حسب هي يونيلاترال ولا بايلاترال، يعني جنب واحد اللي متاثر ولا الجنبين. ايه كمان؟ في نيزل ستشارج، هيجي بيشتكي ان في ستشارج خارج من النوز بتاعته. والله الستشارج ده ممكن يكون برلاند او ميوكو برلاند، على حسب ايه بتتحدد طبيعه الستشارج، على حسب درجه السيفيريتي اوف انفيكشن، على حسب خطوره العدوى دي، هو وصل لفين بالظبط، على حسب مدى السيفيريتي اوف انفيكشن. ممكن برضو الستشارج ده يكون سكانتي او بروفيوز، ممكن تكون كميه الستشارج ده كبيره او صغيره، وده هيتحدد على حسب درجه الابستراكشن اوف الساينس اوستيا، على حسب الاوستيا ده مسدود بدرجه قد ايه، على حسب درجه الابستراكشن بتاعته. طيب ايه كمان؟ قال ان الستشارج ده ممكن يكون نيزل او بارل او بوست نيزل. يعني ايه نيزل او بوست نيزل؟ يعني هل الستشارج ده هيكمل لقدام وهيبدا يخرج من النوز، ولا هيرجع لورا ويبدا يصب في نيزو فارنكس؟ فعلى حسب. هو بيقول لك احنا بنقسم الساينس دي، بتتقسم عندنا لتو جروب، انتيرير جروب اوف ساينس وبوستيرير جروب اوف ساينس. الانتيرير جروب اوف ساينس ده بيشمل الفرونتال ساينس والماكسيلاري ساينس والانتيرير اسمويدال ساينس، التلاتة دول هما دول الانتيرير جروب. طب مين البوستيرير جروب؟ قال ان البوستيرير جروب هي البوستيرير اسمويدال ومعاها الاسفينويدال ايه؟ الاسفينويدال ساينس. تمام؟ تمام. قال لك لو في حاله الانتيرير جروب فعادي، ممكن الستشارج ده يطلع لقدام فيبقى نيزل، او يرجع لورا في نيزو فارنكس فيبقى بوست نيزل. طب لو البوستيرير جروب، لا البوستيرير جروب الستشارج هيرجع لورا وساعتها هيبقى بوست ايه؟ هيبقى بوست نيزل. عشان كده لو جينا قرانا هنلاقيه بوست نيزل اور نيزل ان ساينسايتس في حاله الانتيرير جروب. يعني لو انتيرير جروب معانا الاثنين، بوست نيزل ونيزل. طب لو بوستيرير جروب، لا هيبقى معايا بوست نيزل بس. تمام. قال برضه الستشارج ده ممكن يكون اوفنسيف. يعني ايه اوفنسيف؟ يعني ذو رائحه كريهه. امتى؟ قال في حاله لو الموضوع ناتج من السنان، ناتج من تسوس الاسنان. هو كان عندك انيروبيك اورجانيزم بدات تعمل انيروبيك اكشنز على السنان، فحصل تسوس السنان، الانفكشن او التسوس ده بدا ان هو يتنقل للماكسيلاري ساينوسايتس. طبيعي اصلا الناس اللي عندها تسوس في الاسنان بتبقى ريحتها وحشه، بتكون عندها قالك اه ريحه بقها وحشه، فبالتالي نفس الفكره لما الانفكشن دي تتنقل للساينسز برضه هتبقى ذو رائحه ايه؟ ذو رائحه كريهه. هيجي بيشتكي من ايه كمان؟ قالك هيبقى حاسس بهايبوسوميا او انوسوميا. يعني ايه هايبوسوميا؟ معناه ان هو مش عارف ياخد نفسه كويس. طبيعي بما انه عنده نيزل ابستراكشن، مناخيره مسدوده اللي هو اصلا بيتنفس منها، فبالتالي هيكون عنده صعوبه في الايه؟ في التنفس. دنتال ماكسيلاري ساينوسايتس كوزس كاكسوميا، برده كاكسوميا هي نفس فكره اوفنسيف، معناها ان بيكون ذو رائحه ايه؟ بيكون ذو رائحه كريهه.
يبقى هو دلوقتي عنده نيزل اوبستراكشن نيزل ستشارج وكمان عنده هايبوسوميا نوسوميا مش عارف يتنفس كويس. طب هل يا ترى في فيشل بين يعني هل مكان وشه في مكان الساينسز بيوجع ولا لا؟ ايوه طبعا قال الوجع بيكون سيفير وبيزيد ايه دلوقتي لو حد عنده التهاب الجيوب الانفيه الوجع ده هيزيد امتى؟ لو هو بيكح لو مثلا ميل لقدام لان لو ميل لقدام بيبدا يحصل اكيوميليشن لكل الديسشارج ده جوه الساينس بيحس بوجع شديد جدا 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 او سترينينج سترينينج ده اثناء الحزق برده وبيحزق او بيعطس او بيكح او بيبذل مجهود ووطى لقدام ليننج فورورد قال لك يبدا الايه الوجع ده هيبقى اكتر بسبب الاكيوميليشن اوف الديسشارج ان ذا ساينس اندر تنشن فحتى بنسميه تنشن بين يعني كل الديسشارج ده بيتراكم في الساينس فبالتالي بيسبب له وجع شديد جدا. والله لو الاسمويدر ساينس هي الملتهبة يعني لو عنده اسمويدر ساينسيتس هو هيحس بالوجع فين؟ بين ذا ايز ما بين العينين هنا كده. طيب قال لك لو عنده ماكسيلاري ساينسيتس يعني لو الانفلاميشن ده موجود في الماكسيلاري هيحس بالوجع اوفر ذا شيكس. طيب لو فرونتال ساينسيتس لو الانفلاميشن في الفرونتال ساينس هيحس بالوجع ده ايه اوفر ذا اوفر ذا فورهيد عند الفورهيد تمام. بس في هنا نقطه معانا مهمه بيقول ان الفرونتال ساينسيتس دي بتتخصص او بتتميز بان هي بريوديك. يعني ايه بريوديك؟ يعني تزامنيه. بيبدا الوجع قال لك يبدا الوجع ستارتس ان ذا مورنينج الوجع بيبدا الصبح هيك وانت نايم بالليل ما بيكون في ضغط وما بيكونش في اكيوميليشن فانت ما بتحسش ان الديسشارج ده متراكم قوي في الساينس فالوجع ما بيكونش شديد. اما مجرد ما تصحى وتبدا انك تقوم اصلا وقيت واقف اصلا اول ما تبدا يعني من بدايه الصبح لا بيبدا بقى انت بتبذل مجهود بتوطي بتتحرك بتنيل بتعمل اي شغل معين فالوجع بيبدا يزيد ايه يزيد الصبح في نص اليوم كده برضو بيكون الوجع شديد طالما بتبذل مجهود وبعد كده بيبدا الموضوع يخف شويه بشويه قال لك ايه بالليل. فاهم حاجه بس نعرف ان الفرونتال ساينسايتس بتكون بريوديك يعني تزامنيه وان الوجع بيبدا اكتر الصبح تمام. طيب لو سفينويدال ساينسايتس خلاص احنا قلنا ان هي بتكون بيهايند ذا اي او بيهايند اوربت فانت هتحس بالوجع او هو هيجي يشتكي بان في وجع ايه ورا عينه كده او ورا الاوربت يعني بتاعه. انت كدكتور بقى هتلاحظ ايه؟ انت اول حاجه في جنرال ساينس هنلاحظها هو فيفر ان هو درجه حرارته عاليه مثلا. بعد كده نبدا نعمل احنا اكسترنال اكزامينيشن من بره نبدا نعمل احنا فحص من بره عشان نقدر نحدد ايه الساينس اللي متاثره او الانفلاميشن موجود في اي ساينس بالظبط. فاول حاجه بنبدا نشوف تندرنس اوفر ذا افكتد ساينس. تندرنس ده معناها ايه؟ هو ايه الفرق ما بين تندرنس وبين معناها ده الوجع اللي العيان كده كده جاي بيقول ان المكان ده بيوجعه. تندرنس معناها انت كدكتور هتبدا تضغط على مكان ساينس معين وتشوف هل المكان ده هيوجع البيشنت ولا لا. فهنا احنا نعمل سمويدال تندرنس هنبدا ان احنا نشوفها هنبدا نضغط عند الميديال كانسس. ميديال كانسس ده اللي هو الميديال بارت اوف ذا اوربيت يعني نضغط عليه لو حس بوجع يبقى ساعتها هو عنده سمويدال ساينسايتس. طيب نبدا مثلا نعمل ماكسيلاري تندرنس هنبدا نضغط عند اوفر ذا شيكس كده ونبدا نشوف لو في وجع يبقى هنا ماكسيلاري لك ساينسايتس. طيب لو جيت اشوف مثلا عند الروف اوف ذا اوربيت او عند الفورهيد كده لو في وجع يبقى هنا فرونتال ساينسايتس تمام. تمام يبقى انا كده بدات اشوف التندرنس وعشان احس ان انا احدد ايه هي الساينس الايه اللي متاثره. بعد كده هنعمل مع بعض هنعمل قالك انت كدكتور تعمل حاجه اسمها انتيريور راينوسكوبي. ايه انتيريور راينوسكوبي ده؟ قالك انت هتبدا نمسك النوز سبيركولر هنمسك النوز كده من قدام وتبدا انك تحاول تفحصها وتشوفها من جوه. فاول حاجه هنشوف ان في سويلنج وهايبريميا اوف ذا نيزال ميوكوزا هتلاقي في انتفاخ وفي هايبريميا في الميوكوزا بتاعه النوز تمام. قال لك في الميدل ميتاس او في السوبيريور ميتاس. والله الهايبريميا والسويلنج هيكون في الميدل ميتاس لو الانفلاميشن كان موجود في الانتيريور جروب وفي السوبيريور ميتاس لو كان الانفلاميشن موجود في البوستيريور جروب. يعني لو الانفلاميشن انتيريور جروب دول هما كانوا فرونتال وماكسيلاري وانتيريور اسمويدال لو هما اللي فيهم انفلاميشن فاحنا هنشوف السويلنج والهايبريميا موجود فين؟ موجود عند الميدل ميتاس. ولو في البوستيريور جروب اللي هي سفينويدال وبوستيريور اسمويدال هتبقى موجوده عند مين؟ عند السوبيريور ميتاس. ايه كمان مع الانتيريور راينوسكوبي؟ قال هنشوف ان في ديسشارج هنلاقي بيرلانت او ميكوبيرلانت ايه ديسشارج. قلنا في الميدل ميتاس في حاله الانتيريور جروب انتيريور اسمويدال او ماكسيلاري فرونتال سوبيريور ميتاس لو كان بوستيريور اسمويدال ساينس و اسفينو اسمويدال ريسس. هنشوف في الاسفينويدال ريسس يعني في حاله الاسفينويدال ساينسايتس لو الانفلاميشن في الاسفينويدال ساينسايتس فاحنا هنشوف الديسشارج موجود فين؟ موجود في الاسفينويدال ريسس لان الديسشارج بتاعها بيصب في المكان ده. الريسس ده بيكون جزء واصل ما بين الاسفينويدال ساينس والاسفينويدال ساينس. طيب نكمل بعد كده ايه الانفستيجيشنز بقى والحاجات اللي احنا بنطلبها منه.
اول حاجه في معانا راديولوجيكال اكزاميناشن، احنا ممكن نقول له اعمل اكس راي. بس دلوقتي ملهاش لازمه خالص. ليه؟ لان احنا زي ما شايفين هي مش موضحه لنا اي حاجه خالص، مش هتفيدنا ولا في الدايجنوستس ولا هتفيدنا في التريتمنت ولا هتفيدنا في اي حاجه، ما بقتش تستخدم اصلا. احنا ممكن نطلب من العيان سي تي سكان، والسي تي سكان ده هنطلبه منه في حاله ان احنا فشلنا في ان احنا نعالج بالميديكال تريتمنت، ادينا ادويه والادويه اللي اديناها دي ما نفعتش في ان احنا نعالج الساينوسايتس او الالتهاب ده، فبالتالي ممكن نطلب سي تي عشان نبدا نشوف الفلويد ليفل ونبدا نشوف لو في كومبليكيشنز، نبدا نشوف ايه العلاج المظبوط او ايه الاجراء اللي احنا المفروض نتخذه، او لو هنعمل اوبريشنز مثلا او حاجه فهنكون محتاجين السي تي سكان. بما ان برضو في ديستشارج فاحنا ممكن نقول له نعمل كالتشر، نعمل كالتشر للديستشارج ده ونعمل سنسيتيفيتي تيست بحيث ان احنا نقدر نحدد ايه هو الانتيبيوتيك الفعال اللي هبدا استخدمه عشان يستهدف الايه البكتيريا او الاورجانيزم اللي عمل ده. فدي الانفستيجيشنز اللي هعملها، قلنا اكس راي مش مهمه، سي تي سكان، وممكن اعمل كالتشر وسنسيتيفيتي تيست. طب بالنسبه للتريتمنت بقى، انا عشان اعالج والله اول حاجه هدي له ادويه، من هدي ميديكال تريتمنت، هدي له ايه؟ هدي له انتيبيوتيكس. الجنرال ميجرز هديني انتيبيوتكس، هديله مضاد حيوي ليه؟ عشان اعالج الانفكشنز اللي حصلت. هديله دي كونجستنت، مضاد الاحتقان عشان يقلل من احتقان الانف ده شويه. ممكن برضو اقول لك سبورتيف وسيبتوماتيك ميجرز، هقول له على شويه حاجات مثلا ان هو ايه يستريح يريست، قال لك ياخد كميه كافيه من السوائل، ياخد بعض المسكنات زي البنادول اللي هو اي حد عنده برد او عنده التهاب اصلا في الجيوب الانفيه فهو اوريدي بيعملها، يستريح يشرب سوائل كتير وياخد ايه وياخد مسكنات. او ممكن اقول له على حاجات لوكال زي انه ياخد مثلا نيزل دي كونجستنت، معناها ياخد كده زي نيزل دروبس نقط يبدا يحطها نقط للانف عشان تقلل من الاحتقان، او ستيم انهاليشنز دي حاجات كده بياخد انهاليشن عشان تحسن من ايه من التنفس بتاعه بحيث ان انا اتفادى شويه موضوع النيزل اوبستراكشن. طيب لو ما نفعش الميديكال تريتمنت، لو فشل الميديكال تريتمنت او الكومبليكيشنز زادت اكتر، والله ساعتها هنبدا نضطر ان احنا ندخل سيرجيكال بقى، هنعمل سيرجيكال تريتمنت. يبقى سيرجيكال تريتمنت لو الميديكال تريتمنت فشل، او لو بقى في ايه كومبليكيشنز ايه سائد اكتر او بايت اخطر. ولكن مشكله السيرجيكال تريتمنت ان برضه ليه اضرار، بيفضل ان احنا نتجنبه قدر الامكان، لان ممكن الدكتور وهو داخل سيرجيكال ينقل الانفكشن مثلا للبون اللي موجوده في الساينس بول فيؤدي الى اوستايتس او اوستيومايلايتس، فممكن يكون ينقل الانفكشن اصلا للبون ويبقى كل البيشنت مشكلته بدل ما كان بيشتكي من جيوب انفيه لا الموضوع بقى اخطر كتير، ده دخل في اوستايتس واوستيومايلايتس. احنا نعمل ايه؟ احنا ندخل بمنظار ونبدا نعمل اندوسكوبيك وايدنينج اوف ناتشرال اوستيوم اوف ذا افكتد سايتس، احنا ندخل بمنظار كده ونحاول ان احنا نوسع الاوستيوم. هي ايه الاوستيوم؟ قلنا دي كانت الفتحه اللي بتوصل لي النوز بالايه بالساينس، احنا هنحاول ان احنا نوسعها بحيث ان انا اريستور النورمال فنتيليشن، اخلي الفنتيليشن والدرينج لي الافكتد سايتس رو اتس ناتشرال اوستيوم، بحيث ان الدسشارج يبدا يخرج تاني بشكل طبيعي، واحنا نحاول نوسع الاوستيوم عشان ايه؟ عشان يبدا يحصل درينج لي الدسشارج المتراكم ده. والله لو هعمل الموضوع ده في حاله ماكسيلاري ساينوسايتس هيبقى اسمها اندوسكوبيك ميدل ميتال انتروتومي، او ان انتروتومي ده الانترام اللي هو انترام اوف الماكسيلاري ساينوس. تمام. لو فرونتال هنعمل اندوسكوبيك، يعني داخل بمنظار، اندوسكوبيك فرونتال ساينوستومي. لو سفينويدال هيبقى اندوسكوبيك سفينويدوكتومي. لو اسمويدال هيبقى اندوسكوبيك اسمويدوكتومي. هو يعني داخل بالمنظار عشان نبدا قلنا ان احنا نوسع مين، نوسع الاوستيوم بتاع مين، بتاع الساينوس دي. وكده يبقى احنا خلصنا الاكيوت ساينوسايتس. ندخل على الكرونيك ساينوسايتس. كرونيك ساينوسايتس ده عباره عن كرونيك انفلاميشن برضو في الميوكوبريوسيا لايننج، قال لك بتاع البارانيزال ساينوسايتس برضو في واحده او اكتر. هو ايه الفرق اصلا ما بين الاكيوت ساينوسايتس والكرونيك ساينوسايتس؟ اولا من حيث الاعراض، اكيوت ده بتلاقيه بيقولنا بيشتكي اول حاجه من فاهم اللي هو فيفر وانالوجزيا وهيديك وماليز والكلام ده كله، لا الكرونيك بتبقى اعراض دي كلها خفت، يعني ما في كرونيك ده يعني الانسان مش هيفضل طول عمره عنده صداع وسخونيه وجسمه مكسر وهمدان عشان عنده ساينوسايتس، فالموضوع ما بيكونش فيه الجنرال سيمبتومز دي ما بتكونش موجوده. زي كمان من ضمن الفروقات الجوهريه ان الاكيوت ساينوسايتس بيكون الانفلاميشن او التهاب ده بقاله مثلا 3 اسابيع او اقل كمان 3 اسابيع، ولكن الكرونيك لا ده كده الانفلاميشن بقاله 3 شهور او اكتر، يعني الانفلاميشن موجود بقاله ايه بقاله 3 شهور. طب ايه سبب الكرونيك ساينوسايتس بقى؟ والله سبب برولونجد اوبستراكشن اوف ناتشرال اوستيوم، ان الاوستيوم ده فضل مسدود في اوبستراكشن في الاوستيوم واستمر لفتره طويله جدا. استمر ايه؟ استمر لفتره طويله. طب ايه اللي ممكن يؤدي اصلا لبرولونجد اوبستراكشن اوف ذا اوستيوم؟ اي حاجه ممكن اناتوميكال كونديشنز، حاجات اناتومي. ازاي؟ ايه الاناتوميكال كونديشنز؟ زي ان في ديفييتد، قال لك ديفييتد نيزل سيبتم، النيزل سيبتم المفروض مثلا هو مكانه في النص اهو، لا بقى ديفييتد يعني بقى معوج على ناحيه معينه، فممكن العوجه بتاعته دي يقوم قافل لي كان في اوستيوم هنا ولا حاجه، هو قفل لي الاوستيوم ده فبالتالي لا سبب لي برولونجد ايه؟ قال لك عمل لي برولونجد اوبستراكشن، فبالتالي
ادى للكرونيك ساينوسايتس. يبقى اول سبب للانسداد بتاع الاوسيوم قلنا ان يكون في ديفيشن للنيزل سيبتم او انلارجد ميدل تربنت. ممكن يكون في انلارجد ميدل تربنت دي برضو بيكون فتحه كده ورا النوز، لو حصل فيها انلارجمنت هتبدا تضغط على الاوسيوم وتقفله وبالتالي هتسبب لي نفس المشكله وتعمل لي كرونيك ساينوسايتس. ممكن يكون الموضوع باثولوجيكال، يعني مثلا في نيزل الرجي حساسيه، نيزل الرجي بدات هي اصلا اللي بتقفل لي الاوسيوم وبالتالي هي اللي بتعرضني لحدوث كرونيك ساينوسايتس. برضو الرجي بتتكرر كل مره فبالتالي الموضوع مكمل معانا وبرلونجد ومستمر فهيؤدي لكرونيك. او نيزل بولي باي، نيزل بولي باي يعني في بوليب برضو موجوده في النوز، البوليب دي هي اللي سد الاوسيوم والبوليب هتفضل موجوده الا طبعا لو دخلنا سيرجيكال وبدانا نشيلها، فكل دي حاجات فعلا بتفضل فتره طويله فبتؤدي لحدوث كرونيك. او انكمبليت ريزولوشن اوف اكيوت ساينوسايتس، او هو بقى كرونيك بس ناتج عن اكيوت. طب هو ايه اللي يخلي الاكيوت ساينوسايتس يقلب بكرونيك؟ اول حاجه اللي يخلي الاكيوت يقلب بكرونيك ان ادكويت تريتمنت، ان هو ما خدش علاج كافي. ما خدش علاج ايه كافي؟ قال لك ان ادكويت دوز، ما خدش الجرعه كامله، ما خدش العلاج المناسب، فانت ما عرفتش تعالج الاكيوت فالاكيوت قلب بكرونيك. او ريزيستنت اورجانيزم، الاورجانيزم اللي انت بتواجهه بتدي بداله انتيبايوتكس او بندي بداله ادويه، ده كان اورجانيزم قوي شويه فانت عملت دي ادويه ومش جايبه معاه تاثير ومش عارفين نقضي عليه فبالتالي خلى الموضوع يقلب بكرونيك. او ريكورنت انفيكشنز، هو كل شويه يجيله انفيكشن ونحاول ان احنا نعالجها ويجيله انفيكشن مره كمان فالانفيكشن متكرره فده اللي خلى يبقى فيه كرونيك. او لو بيشنت ريزيستنس، يعني ايه لو بيشنت ريزيستنس؟ معناها مناعه الانسان ذات نفسه واقعه، هو ما عندوش مناعه كافيه او مقاومه جسمه تجاه هذا الاورجانيزم او تجاه هذا المرض قليله، فكل الحاجات دي او كل الاسباب دي ادت لايه؟ لكرونيك. تمام، يبقى اما اناتوميكال زي في ديفيشن او في انلارجد في الميدل تربنت، او باثولوجي زي البوليباي والالرجي، او ممكن يكون ايه ان هو ما تعالجش كويس فالاكيوت قلب بايه؟ الاكيوت قلب بكرونيك. طيب ايه الكوزاتيف اورجانيزمز؟ قال ان الكوزاتيف اورجانيزم اللي بتؤدي لحدوث الكرونيك ساينوسايتس ميكسد ما بين ايه؟ ما بين الايروبيك والانيروبيك اورجانيزم. هو اورجانيزمات مختلفه سواء كان ايروبيك او انيروبيك دول اللي بيعملوا الكرونيك. امال مين الاورجانيزمات اللي كانت بتعمل اكيوت ساينوسايتس؟ كنا قلنا بنجمعناهم في كلمه سماح، وقلنا كان معانا ستريبتوكوكس نيومونيا ومونكسيلا كاتراليس، ومعانا الايه انيروبيك اورجانيزم والاتش كان هيموفيلس انفلونزا. طب ايه السيبتومز بقى؟ احنا قلنا طالما كرونيك يبقى اكيد الجنرال سيبتومز اللي هي فاهم دي مش هتكون معانا، فقال لك هي تقريبا السيبتومز بتكون شبه الاكيوت بس الجنرال سيبتومز ما بتكونش موجوده. حتى الوجع كمان هو بيكون شديد، هو خلاص الوجع بيكون في البدايه بعد كده الوجع بيبدا يقل ايه واحده واحده، فالبين ايه قال لك بين اصدار البين بيكون الوجع بيكون خفيف جدا يكاد يكون منعدم يعني. طيب ايه الساينز برضو؟ احنا كدكتور انت كدكتور هتبدا تشوف ايه؟ هنعمل برضو anterior rhinoscopy، نبدا ان احنا نرفع كده نشوف النيزل سبيكولم ونبدا ان احنا نشوف النوز من جوه، هنلاقي برضو discharge برلاند او ميوكو برلاند زي الاكيوت ساينوسايتس بالظبط. طب الانفستيجيشنز، ايه الحاجات اللي احنا هنعملها او الاجراءات اللي هنتخذها؟ برضو ممكن نقول له يعمل اكس راي نفس الاكيوت بالظبط، بس الاكس راي برضو قال لك with limited value، القيمه بتاعتها مش على حاجه لان مش هتوضح لي حاجه ومش هتفيدني في التشخيص. ممكن نعمل سيتي سكان، والسيتي سكان ده لو انا بقى هبدا ادخل اعمل اوبريشن، ولو هعمل اوبريشن او هعمل سيت سكان بحيث ان انا مثلا في بوليب هدخل اشيلها، في عندي سيبتال ديفيشن فانا هدخل اعدل الديفيشن ده، هنبدا ان احنا نعمل تصحيح لهذا الديفيشن فنبدا نعمل سيت سكان قبلها. وبرده بما اني عندي ستشارج فانا ممكن اعمل كالتشر واعمل سنسيتيفيتي تيست بحيث ان انا اشوف الانتيبيوتيك المناسب للاورجانيزم اللي عامل لي الانفلاميشن ده. او تريتمنت بقى، بالنسبه للتريتمنت او العلاج على حسب، انا برضو عندي طريقين في العلاج، يا هدي ادويه فهمشي في طريق الميديكال ميجر، همشي ميديكال تريتمنت، او سيرجيكال يعني ايه جراحي. انا امتى هدي ادويه؟ والله هدي ادويه لو كان الكرونيك ده اصله اكيوت، يعني كان اصله انفكشن، فانا هدي ادويه فابدا اديله انتي بايوتكس، وبيفضل ان الانتي بايوتك اللي اديه يكون انا واخداه طبقا لسنسيتيفيتي تيست انا اوريدي عاملاه على الديسشارج ده، بحيث ان انا هستهدف الموضوع على طول واقضي على الاورجانيزم ده. ممكن ادي ميوكولاتكس اللي هو حاجات تعمل لايسيت للميوكوس المتراكم، او ممكن برضه اديله نيزل ديكونجستنت مضادات للاحتقان والكلاين نيزل لوشن، قال لك حاجات كده يغسل بيها النوز بتاعته بحيث ان انا اقلل الاوبستراكشن واقلل من الانفلاميشن الموجود ده. قلنا امتى هدي ادويه؟ لو انا الكرونيك ده ناتج من اكيوت. طب لو الكرونيك ده ناتج بقى بسبب حاجه اناتومي زي الديفيشن او البوليب او الرجي، لا ساعتها هبدا اعمل سيرجيكال، هبدا ادخل بقى ايه تدخل جراحي. وبرضو قال لك امتى هتدخل جراحي؟ لو الميديكال تريتمنت فشل او لو الكومبليكيشنز زادت، ساعتها هنعمل حاجه اسمها ايه؟ يقول لك في اف اي اس اس اللي هو فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري، هنبدا نتدخل جراحي في الساينس، ندخل بمنظار بحيث ان انا احاول استعيد الوظيفه بتاعه الساينس دي، نبدا نعمل بقى ايه تصحيح ونعمل ايه ونعمل كورليشن كده ونعمل تصحيح للساينس دي.
ليه هندخل جراحيا او ليه هندخل بمنظار التو ريستور النورمال فنتيليشن عشان ابدا اعيد الفنتيليشن ويحصل درينج بشكل طبيعي ونبدا ان احنا نوسع الاوستيوم. اوسع الاوستيوم بتاع الساينس المتاثره فتعمل درينج ويبدا الدسشارج يخرج وابقى انا كده عالجت الموضوع. اهو الاو ذا ساينس ميكوز تو ريتيرن اتس نورمال فانكشنينج استيل. انا هسمح او هحاول اخلي الميوكوزا بتاعت الساينس انها تستعيد الوظيفه بتاعتها تاني، عشان كده سميناها الفانكشنال اندوسكوبيك ساينس ايه سيرجري. فقال اول حاجه ممكن ندخل نعملها ان انا هعمل اندوسكوبيك ريموفال اوف ذا كوز. قال لك مش انت دلوقتي في عندنا سبب، السبب ده هو اللي عامل لنا ابستراكشن للاوستيوم، هو اللي قفل لنا الاوستيوم. ممكن السبب ده قلنا ممكن يكون الرجي حساسيه، ممكن يكون بولي باي ان في بوليبس موجوده فابدا ادخل اشيلها بال اشيلها جراحيا، او ممكن يكون ديفيشن فادخلها صحح الديفيشن ده، او ممكن يكون انلارجد الميدل تربنت فانا هشوف ايه السبب اللي عامل لي الاوبستراكشن وهدخل اصلحه جراحيا وادخل ازيله خالص، سواء كان البولي باي قلنا او انلارجد الميدل تربنت. ايه كمان ممكن اعمل اندوسكوبيك وايدنينج اوف ناتشرال اوستيوم از افكتد ساينس، زي ما احنا قلنا هنوسع الاوستيوم فرجع الفنتيليشن وخليها تستعيد وظيفتها تاني. نفس الاسماء دي اللي احنا لسه قارئينها، طالما ماكسيلاري يبقى اسمها اندوسكوبيك ميدل نيدل انتروتومي، فرونتال يبقى اندوسكوبيك فرونتال ساينوستومي، سفينويدال يبقى اندوسكوبيك سفينودوتومي، واسمويدال يبقى اندوسكوبيك اسمويدوكتومي. تمام تمام كده خلصنا مين؟ كده خلصنا الانفلاميشن، خدنا اكيوت ساينسايتس وكرونيك ساينسايتس. نيجي للنيزل سيبتم. مع النيزل سيبتم بقى نبدا نشوف النيزل سيبتال ديفيشن. النيزل سيبتم نشوف الديفيشن بتاعها بقى اعوجاجها، وان قلنا ان دي كانت من ضمن الامثله اللي بتؤدي الى ايه، اللي ممكن من ضمن الحاجات اللي بتؤدي لحدوث كرونيك ساينسايتس. اول حاجه هو طبيعي النيزل سيبتم مثلا موجوده في النص، في بعض الناس بيبقى عادي هما مولودين طبيعي عندهم ان السيبتم ده يكون فيه ديفيشن معوج شويه عن الطبيعي، بس طالما الديفيشن ده مش مؤدي للسيبتمز، مش عامل له اعراض، مش بخليه بيشتكي من حاجه، فخلاص مفيش مشكله لان ده مش هيسبب لي مشكله لانه مش هيعمل لي اي ضرر. ولكن امتى بقى النيزل سيبتم ده اقول لا ده كده عامل لي مشكله وانا المفروض اصلح الديفيشن ده؟ لو نتج عنه سيبتمز، يعني لو عامل مشاكل للبيشنت وبدا يجي بيشتكي من 1 2 3 وده بسبب الديفيشن اللي موجود في الايه، موجود في السيبتم بتاعته. فعشان كده بيقول اهو deviation of nasal septum causing symptoms. بيقول والله لو في deviation في النيزل سيبتم، في النيزل سيبتم بيعمل لي سيبتمز او بيعمل اعراض وبيعمل مشاكل. ولكن النورمال نيزل سيبتم الطبيعي، النيزل سيبتم موجوده عند الانسان الطبيعي not perfectly straight، مش مستقيمه بنسبه 100%، لا بتكون معوجه او فيها اعوجاج بعض الشيء. ولكن ايه، ولكن الديفيشن بتاعها ده مش عامل لي سيبتمز، it doesn't produce symptoms، مش عامل لي اي اعراض ومش عامل مشاكل، فخلاص انا مش هيفرق معايا في حاجه. طيب ايه سبب السيبتم دي؟ والله ممكن تكون سبب السيبتم يا اما اثناء التكوين اصلا من هو بيبي صغير، واثناء السيبتم دي اثناء تكوينها من البدايه فيها مشكله، فبالتالي تاني قلنا ايه سببها، ممكن يكون سببها من البدايه اثناء بدايه تكوين النيزل سته دي اصلا، ممكن تكون اتكونت بشكل خطا فطلعت معوجه في الاخر، فممكن يكون السبب ديفلوبمنتال ديستربنس مشكله اثناء التكوين، وده الكومنست ده الاشهر، يعني ده اشهر سبب ان اثناء بدايه تكوينها اصلا اتكونت بشكل مش صح. او يكون نيزل تروما، حد اتخبط اصلا فهو ده اللي عمله ديفيشن في السته، فممكن يكون الموضوع من بره يعني اكوايرد من بره. طب ايه انواع الديفيشن ده؟ والله انواع الديفيشن في معانا سي شيبد ديفيشن، سي شيبد ديفيشن تعال نشوفها بالرسومات. اول حاجه ده النيزل، ده النورمال سيبتم عادي موجوده في النص اهو، دي النورمال سيبتم. السي شيبد لا بتبدا عملت كيرف في اتجاه واحد، عملت لنا كيرف في ايه، في اتجاه واحد على شكل حرف سي اهو، فدي سي شيبد ديفيشن. قالك ساعتها السيبتم بيكون عندها سنجل كيرف وعامله لي كيرف كده تو وان سايد، عامله كيرف واحد في جنب من الجوانب، فممكن الكيرف ده زي ما هو باين موجود في الصوره، ادي الكيرف ده جه وليكن هنا كان في اوستيوم بتاعه احدى الساينسز فقفلها، فبالتالي كان بيعمل لي كرونيك ساينوسايتس. او ممكن يكون اس شيبد ديفيشن، اس شيبد ديفيشن ده يعني عامل لي تو كيرف، وان كيرف ان ايتش سايد، يعني معنى ادي عامل لي كيرفين، كيرف هنا اهو كيرف هنا اهو، وبالتالي ممكن يقفل لي الاوستيوم بتاع ساينس موجود هنا ويقفل لي الاوستيوم بتاع ساينس موجوده هنا. فاقول لك قالك السيستم هاز تو كيرفز، بيكون ليها كيرفين وان تو ايتش سايد، واحد في كل جنب. او ممكن يكون شاربس بار، ايه شاربس بار ده؟ شارز بار قال لك معناها شارب انجيليشن تو ذا سيبتم، قال لك بيكون في انجيليشن تبقى عامله لي انجل كده وزاويه شارب جدا، برضو بتقفلي اوسيوم وممكن تجرح لي في البلاد فيزلز اصلا اللي موجوده، ممكن تؤدي في النهايه الهيماتوما وده اللي هناخده كمان شويه، ممكن تجرح لي فعلا في البلاد فيزلز وتدخلني في مشاكل ثانيه. يبقى هم في معانا ثلاث اشكال، خدنا سي شيبد وده بيبقى كيرف واحد على ناحيه واحده، قال لك الاس شيبد بيبقى تو كيرفز وان تو ايتش سايد، معانا سيبتمز بارت ده بيكون فيه قال لك شارب انجيليشن اوف ذا سيبتم، ومكانها قال لك كومنلي اوكير بتحصل عند الجنكشن ما بين البوني اند الكارتيليجينس كومبوننت اوف ذا سيستم، بتحصل عند مين؟ لان الانجيوليشن ده بيحصل عند مكان اتصال البوني والكارتيليجينس كومبوننت اوف ايه اوف ذا سيستم.
بعد كده تعال نشوف السيمتومز بقى. الشخص اللي عنده نزل ديفيشن ده ونزل سيبتال ديفيشن وعنده ديفيشن بتاعه هيجي بيشتكي من ايه؟ والله ولا عنده بيرسيستنت نيزل اوبستراكشن، يعني مناخيره مسدوده وبشكل دائم ده على طول، من طبيعي ده حاجه خلقيه، هو اتعرض لمشكله هي اوريدي مسدوده. قال لك وده المين سيمتوم، ده اشهر عرض، بيقول لك انا على طول عندي نيزل اوبستراكشن. تمام، طب هل يا ترى النيزل اوبستراكشن ده يونيلاترال ولا بايلاترال، في ناحيه واحده ولا في الناحيتين؟ اليوني لاترال والله ده اكيد لو سي شيب ديفيشن، مش سي شيب ديفيشن ده قلنا ان كان بيبقى ليها كيرف في ناحيه واحده بس، فبالتالي هتعمل فيها اوبستراكشن. تمام، وقال لك ده الكومن، يبقى مع سي شيب ده اشهر حاجه. سي شيب ده هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي يوني لاترال اوبستراكشن. طيب مين اللي هيعمل لي باي لاترال؟ اكيد اللي هيعمل لي باي لاترال هيبقى الاس شيب ديفيشن. ليه؟ لان كان بيعمل لي تو كيرفز، وان اون ايه، وان اون ايتش سايد، فهتعمل لي اوبستراكشن هنا وهتعمل لي اوبستراكشن هنا، فبالتالي هتعمل لي باي لاترال اوبستراكشن. طيب او حاجه ثانيه، هل يا ترى السي شيب بيعمل لي بس يونيلاترال اوبستراكشن؟ لا، قال ان حتى السي شيب ده ممكن يعمل لنا بايلاترال اوبستراكشن. ازاي؟ انا معايا السي شيب ده اهو، بدا ان هو عمل لي كيرف في ناحيه واحده بس، عمل لي هنا حصل اوبستراكشن. طب الناحيه دي وسعت قوي، ممكن يحصل فيها كومبنساتوري هايبرتروفي، يحصل هايبرتروفي، تبدا التربنت اللي موجوده دي تعمل هايبرتروفي وتكبر نفسها فتدخل فتسد الناحيه دي كمان. تمام، فبالتالي هيبقوا الاثنين هيحصل برضو ايه، هيحصل بايلاترال اوبستراكشن. يعني وارد انه ممكن يحصل كومبنساتوري هايبرتروفي اوف ذا تربنت اون ذا وايدر سايد في حاله مين، في حاله السي شيب ديفيشن. يبقى السي شيب يونيلاترال بايلاترال، الاس شيب هتعمل لي بايلاترال. هل ممكن يحصل ابستاكسس؟ ممكن العين يجي يقول والله اصل عنده ابستاكسس. يعني ايه؟ انا عنده بليدنج ايه من النوز، عنده نزيف من الانف، وده بسبب ايه؟ لان بسبب الانجيوليشن، الشورب انجيوليشن اوف ذا بلود فيزلز. اي في حاله السيبتالس بار قمنا بيكون شورب جدا، فممكن تجرح البلود فيزلز اللي موجوده، فلاقي العيان جاي بيشتكي من ابستاكسس او ان عنده نزيف من منطقه الانف. فيشيال بين، هل جاي عنده وجع؟ اكيد. قال لك ديوت تو كونتاكت اوف ذا ديفييتد سيبتم وذ لاترال وول اوف ذا نوز. انا دلوقتي السيبتم بدل ما هي طبيعيه كده، لا ده عامله ديفيشن، فبالتالي هي عملنا في احتكاك وفي اتصال مع مين؟ مع الوول بتاع الساينس، مع الجدار من بره، فبالتالي بيكون في وجع بسبب الاتصال ده، فبنعمل حاجه اسمها كونتاكت هيدك. الكونتاكت هيدك ده معناها الصداع اللي ناتج بسبب احتكاك مين؟ بسبب احتكاك السيبتم ديفيشن مع مين؟ مع الوول اوف ذا ساينس. طيب احنا انت كدكتور هتعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل انتيريور راينوسكوبي، نبدا نشوفها من جوه، نشوف شكل السيبتم عامله ديفيشن فين بالظبط، ونقدر نحاول ايه، نحاول ان احنا نحدد نوعها. طب التريتمنت، طب دلوقتي عنده ديفيشن، هل انا في دواء معين او ميديكال تريتمنت هبدا ان انا اديه عشان اعالج الديفيشن ده؟ لا، اكيد العلاج الوحيد هو مين؟ هو الجراحه، جراحيا يعني. فنعمل سيرجيكال كورليشن اوف ذا سيبتال ديفيشن، هنحاول ان احنا ندخل ونعمل تصحيح للايه، للديفيشن الموجود ده. طب امتى ادخل اصححها؟ والله يا ترى اصححها هو اللي كوز السيبتومز لما يعمل لي اعراض، انما لو ديفيشن ومش عامل لي اعراض ومش عامل لي اي سيبتومز خلاص مش هندخل، ممكن ما ندخلش نصلحه عادي. ازاي بقى هنصلحه؟ قال ممكن نصلحه من خلال حاجه اسمها سب ميوكاس ريسكشن اوبريشن. دي بندخل في العمليه دي، بندخل نشيل حته كارتليج ونحاول ان احنا نرجع شكل النص لشكلها الطبيعي تاني وما يبقاش في اي ديفيشن في السيبتوم. او بيتر سيبتوبلاستي اوبريشن، سيبتوبلاستي اوبريشن دي اللي هي عمليات التجميل، يعني عمليه تجميليه، فنحاول ان احنا نظبط شكل النوز ونشيل الديفيشن ده ونمنعه ونرجع النوز لشكلها الطبيعي. يبقى نشيل حته كارتليج ونرجعها لشكل طبيعي، او عمليه تجميليه تجميليه. كل الفكره ان انا اعمل كورليشن لمين؟ كل الفكره اعمل كورليشن للسيبتال ديفيشن ده. تمام، تمام، ما ننساش الثلاث اشكال سي شيبد واس شيبد وسيبتال اسبار. مين اللي كانت بتؤدي الابستاكسس؟ كانت الايه، الاسبار، لان كان فيها شارب انجيوليشن فكان بيجرح في البلاد فيزلز اللي موجوده وكان بيؤدي الى هيماتوما، وده اللي هناخده دلوقتي. بعد كده بنقول هناخد النيزل سيبتال هيماتوما. النيزل سيبتال هيماتوما تعريفها عباره عن ايه؟ هيماتوما معناها ان حصل تجمع للدم في مكان غير البلاد فيزلز العاديه. فالنيزل سيبتال هيماتوما معناها ان حصل كولكشن اوف بلاد، حصل تجمع للدم. الدم ده او البلاد ده اتجمع فين؟ قال لك بتوين سيبتال كارتليج، ما بين الكارتليج وما بين البريكوندريم. ادي الكارتليج بتاع النوز والبريكوندريم، هو البلاد بدا يتجمع ما بين ايه، ما بين المكانين دول عند السيبتم. ايه الاشولوجي سببها ايه؟ والله ممكن سببها ان حصل خبطه او دايركت تروما للنوز. حصل ايه؟ حصل دايركت تروما او حصل خبطه في النوز، فبقى في نزيف بدا يتجمع البلاد ما بين الايه، ما بين الكارتليج وما بين البريكوندريم، زي مثلا حادثه او حاجه هو اللي نتج عنها قال لك التجمع الدموي ده. او سيبتال اوبريشن، دكتور مثلا لسه جديد وحب جرب كده، كان بيجرب حظه بيعمل عمليه، زي مثلا هو داخل بيعمل عمليه تجميل، او كان داخل يعمل عمليه زي كورليشن سيبتال ديفيشن لسه واخدينها فوق، فعملها بشكل خطا، جرح بلاد فيزل موجود نتج عنه نزيف، او نتج عنه تجمع للايه، تجمع للبلاد. ف ده يعتبر من ضمن اسباب حدوث الايه، النيزل سيبتال هيماتوما. يبقى سب ميوكاس ريسكشن اند ايه، اند سيبتوبلاستي اوبريشن، يا اما من عمليه والدكتور عملها بشكل غلط، يا اما حادثه اصلا او خبطه حصلت في النص فهو ادت للهيماتوما دي. الاعراض، والله هلاقي
السيمبتومز، العيان جاي يقول لي ايه؟ جاي بيقول لي ان حصل له هيستوري اوف تروما. يا دكتور انا اتخبطت، انا عملت حادثه، فهو اللي عامل هيماتوما بقى شكل النوز متجمع فيها تكتلات دمويه زي ما احنا ما شايفين في الصوره كده. قال لك هو هيقول لي انه اتخبط مثلا، او ان عنده باي لاترال بريزيستنت نيزل اوستراكشن، هيبدا يشيك يقول ان هو عنده انسداد في ايه، في النوز، وباي لاترال موجود في الناحيتين، تمام؟ يبقى باي لاترال بريزيستنت نيزل اوستراكشن. طيب احنا هنعمل ايه برضو؟ قال لك والله ساين انا هلاحظ ايه بعينيا، هنبدا ان احنا هنرفع التيب اوف ذا نوز كده، هنعمل قال لك نيزل سبيركولم، هنبدا نشوف، هنبدا نبص جوه، هلاقي عندي باي لاترال في الناحيتين اثنين، باي لاترال سموث ريد سوفت سويلنج اوف ذا سيبتم، ادي في انتفاخ ولونه احمر وسموث موجود باي لاترال في الناحيتين. هو بيقول لي ان هو اتخبط، عنده هيستوري اوف تروما، وعنده باي لاترال بيرزيستنت نيزل اوبستراكشن، فكده خلاص اوريدي الموضوع اتحسب ان هي ايه، قال لك ان دي كده نيزل سيبتم هيماتوما. طيب الكوميونيكيشن بقى ايه خطورتها؟ والله الهيماتوما دي دلوقتي في تجمع من الدم، متجمع قلنا ما بين الكارتليج وما بين الايه، وما بين البريكوندريم، ممكن يحصل عندي كارتليج ايه، كارتليج نيكروزس، ممكن يحصل نيكروزس للكارتليج ده لان كميه الدم اللي وصله له مش كافيه، مش رايح له دم بشكل كافي، فممكن يحصل فيه ايه، نيكروزس. ويحصل معانا حاجه اسمها سوبرا تيب ديبريشن اوف ذا نيزل دورزم. يعني ايه؟ قال لك يحصل ديبريشن او يحصل كده التيب اوف ذا نوز، التيب اوف ذا نوز يحصل فيها ديبريشن، يحصل فيها ايه، يحصل فيها ديبريشن، او يحصل سكندري انفيكشن، ممكن التجمع البلاط الموجود ده او الكولكشن اوف بلاط المتجمع ده ممكن يحصل عليه سكندري انفيكشن، فيتجمع بس، فبالتالي يعمل لي سبتال ايه، فيعمل لي سبتال ابسس. يعني تاني ممكن يحصل سكندري انفيكشن على تجمع البلاط الموجود، فيؤدي الى ايه، في بس سيل تكون موجوده، بس سيل تكون موجوده، وبالتالي يعمل لي ايه، سبتال ابسس. طب التريتمنت بقى احنا نعالجه ازاي؟ والله احنا عشان بس نحاول ان احنا لو في انفيكشن حاجه ممكن ندي انتيبايوتكس، ندي مضادات حيوية عشان الانفكشن، وممكن اعمل بقى انسيشن اند درينج اوف هيماتوما. لازم نفضي تجمع دموي اللي موجود ده، بقى انسيشن بقى ودرينج، نحاول ان احنا نفضي الايه، نفضي، نعمل سكويزنج كده ونبدا قال لك يفضي البلاد اللي متجمع ده. مش بس كده، بعدها لازم نعمل طيب نيزل بيكنج، نيزل بيكنج اللي احنا قلناه في اول المحاضره، ان نجيب قطع من القطن نبدا ان احنا ندخلها جوه النوز عشان نمنع البليدنج، قال لك ونافويد ري كولكشن اوف بلاد، نحاول ان احنا نمنع قدر الامكان ان الدم ما يرجعش يتجمع تاني، احنا هنحاول نمنع الموضوع ده. والنيزل بيكنج ده طبعا لو احنا ما كناش معقمين جدا ومستخدمين قطن نظيف وبنتعامل بشكل كويس، ممكن يدخل في ساينوسايتس، ويبقى احنا الموضوع كله مرتبط ببعضه. ماشي. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الهيماتوما دي كان الكوميونيكيشنز بتاعتها، ممكن يحصل عندي كارتليج نيكروز، وممكن يحصل عليها سكندري انفكشن، فتؤدي الى سبتال ابسس. تعالى نتكلم عن السبتال ابسس. هو يعني ايه سبتال ابسس؟ سبتال ابسس معناه ان حصل كولكشن اوف البص، حصل تجمع للصديد او للبص ما بين السبتال كارتليج وما بين البريكوندريم بتاعته. تاني حصل تجمع للبص ما بين السبتال كارتليج وما بين السبتال كارتليج وايه، والبريكوندريم بتاعته. طيب ايه سببه؟ والله الابسس ده هيجي نتيجه ان حصل سكندري انفكشن او ان ايه، او ان هيماتوما. يعني جه سكندري انفكشن على الهيماتوما فقلبت معايا بسبتال ابسس، اهو سكندري انفكشن او سبتال هيماتوما. طب السيمبتومز بقى، العيان هيبقى جاي بيشتكي من ايه؟ هيبقى عنده حاجات اللي قلنا الجنرال اللي هي فاهم، عنده فيفر وعنده انيروكسيا وعنده هيديك وعنده ماليز. ايه كمان؟ قال لك هيجي بسيفير سوبينج نيزل بين، عنده وجع جامد جدا 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 سيفير في منطقه الايه، النوز. سوبينج دي يعني الوجع بينقح عليه، يعني هو وجع شديد جدا 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 في منطقه النوز، وعنده بايلاترال بريزيستنت نيزل اوبستراكشن. احنا قلنا فوق بيكون بايلاترال في الناحيتين، ونيزل اوبستراكشن اوريدي ايه، اوريدي معايا. طيب انت كدكتور هتلاحظ ايه؟ والله هتلاحظ ان في فيور، درجه حرارته عاليه، ان عنده تندر نيزل دورزن، ان اول ما تلمسها هتلاقي ان هو العين بيقول لا ان المكان ده موجوع، هتلاقي ان هو بيقلم او بيوجعه. وفي كمان بايلاترال سموث ريد تندر سوفت سويلنج اوف ذا سيبتم، يعني يكون قلنا لو جينا نشوف مثلا بي انتيريور راينوسكوبي هبدا اشوف هلاقي عندي بايلاترال سموث ريد تندر سوفت سويلنج، هنلاقي في انتفاخ او سويلنج موجود عند السبتم ولونه احمر وتندر بيوجعه وموجود بايلاترال. تمام. طب ايه الكومبليكيشنز؟ تقريبا نفس الكومبليكيشنز بتاعت الهيماتوما، ان ممكن يحصل كارتليج نيكروزس. ليه؟ عشان الدم مش وصل درجه كافيه في انفلاميشن في النص، فبالتالي ممكن يحصل كارتليج نيكروزس، ويحصل سوبرا توب ديبريشن. قال لك التيب اوف ذا نوز ممكن يحصل فيه ايه؟ قال لك ديبريشن. ممكن كمان يحصل كارتليج اند ميكوزا نيكروزس، ممكن مش بس نيكروزس يحصل في الكارتليج، ممكن يحصل نيكروزس يحصل كمان للميكوزا، فبالتالي يحصل سبتال بيرفوريشن، سبتال بيرفوريشن. طب التريتمنت هنعالجه ازاي؟ هنعالجه زي ما عملنا في الهيماتوما. طب احنا عملنا ايه في الهيماتوما؟ اول حاجه ادينا انتي بايوتكس، ثاني حاجه عملنا انسيشن ودرينج، وبدانا ان احنا نحاول ان احنا نفضي الهيماتوما ده، ونعمل سكريز ونطلع البلاط المتجمع ونطلع البص المتجمع، وبعد كده كنا بنعمل نيزل بيكنج عشان نمنع ري كولكشن ونمنع اعاده تجميع سواء كان بلاط او سواء كان ايه، بص، نمنع ان اي حاجه تتجمع تاني. كده خلصنا السبتال هيماتوما والسبتال ابسس.
هنتكلم عن بوليباي اوف البارا نيزل ساينسز. هو يعني ايه بوليبس؟ بوليبس دي اللي هي اللحميه، تمام. طيب قال ان البوليب دي عباره عن بدمكيريتد كده، هي بتبقى طويله كده، قال لك بتبقى نازله كده وظهره ومدلدله في النص. فقال لك هي بدمكيريتد امتى؟ ساينس ميكوزا. قال لك بيبقى جزء من الميكوزا كده بدمكيريتد ويتمتس وبيبرولابس، او يبدا ان هو يظهر لي ويطلع بره ويكون ظاهر فين؟ ويكون ظاهر في النيزل كافيتي. احنا عارفين ان اي بوليب بتكون مكونه من كور وكفر. قال لك فالكور بتاعها عباره عن ايديمتا سب ميكوزا انفلتريتد بخلايا مناعيه زي البلازما سيل والايزينوفيل والليمفوسايت. ده كده الكور. يبقى تاني ايديمتا سب ميكوزا فيها بلازما سيل وايزينوفيل وليمفوسايت، وكفرد من بره بايه؟ كفرد من بره بسودو ستراتيفايتس اللي هي تتكلمنا ريبيثيليوم. سودو ستراتيفايتس اللي هي تتكلمنا ريبيثيليوم ده يعتبر نفس الريبيثيليوم بتاع الريسبيراتوري، بنسميه الريسبيراتوري ريبيثيليوم. مش النوز اصلا، يعتبر من اهم النوز من اهم الاعضاء بتاعه التنفس، يستخدم في التنفس، تمام. تمام. فعلك هي سودو ستراتيفايتس اللي هي تتكلمنا ايه؟ كلمنا ريبيثيليوم. طب ايه انواع البوليباي اللي هناخدها؟ انواع البوليباي الموجوده في معانا حاجه اسمها الاسمويدال بوليباي، وعندنا حاجه اسمها الانتروكوانال بوليب. اسمويدال بوليباي يعني البوليبس اللي بتكون موجوده عند الاسمويدال ساينس واللي بتبدا تنشا منها وتبدا انها تظهر وتبرولابس فين؟ في النيزل كافيتي. او الانتروكوانال بوليب معناها البوليب اللي هتنتج من الانترو، ده اللي هو الانترام في الماكسيلاري. فاحنا هناخد دلوقتي البوليبس بتاعه الاسمويد وبتاعه مين؟ بتاع الماكسيلاري. نبدا اول حاجه بالاسمويدال بوليباي. واحنا بنتكلم عن الاسمويدال بوليباي، بوليباي دي جمع كلمه بوليب، بوليب دي واحده وجمعها بوليباي. فدي اول حاجه هنعرف ان هي بتكون بايلاترال مالتيبل بوليباي، هما بيكونوا في الناحيتين. اهم حاجه بقى نركز في التفاصيل دي، بوليباي يقول كتير موجوده في الناحيتين، مالتيبل كتير، which arise from الاسمويدال ساينسز. هي اسمها اسمويدال بوليباي، بوليباي يبقى هي كتير بايلاترال ومالتيبل، واسمويدال علشان هي خارجه من الاسمويدال ايه؟ من الاسمويدال ساينسز. طب معدل حدوثها؟ طيب احنا قلنا هناخد مثالين، قلنا هناخد الاسمويدال بوليباي وهناخد الانتروكوانال بوليب. طالما دي بوليباي والثانيه بوليب، فهنقول ان دي بيكون معدل حدوثها بتكون مور كمان، مشهوره اكتر منين؟ اشهر اكتر من الانتروكوانال بوليب. فالبوليباي مشهوره اكتر، بتيجي في الادلت واحنا قلنا كده كده انها بايلاترال وقلنا انها مالتيبل كتير عشان بوليباي. طيب ايه سببها؟ اشهر سبب للاسمويدال بوليباي هو الالرجيك راينايتس، اللي هو الحساسيه. حد عنده حساسيه بيحصل انفلاميشنز كتير في النوز، فهو ده اللي بيؤدي لحدوث الايه؟ بيؤدي لتكوين البوليباي. فدي مهمه، تمام. الالرجيك ايه؟ الالرجيك راينايتس. الالرجيك راينايتس انفلاميشن هو او حساسيه، هو ده اللي بيعمل ايه؟ هو ده اللي بيعمل الاسمويدال بوليباي. ممكن تكون بسبب كرونيك اسمويدال ساينسز، يعني ساينايتس، يعني حصل انفلاميشن كتير في الاسمويد كذا كذا مره، فهو ده اللي ادى لتكوين البوليبس. او الالرجيك فانجل ايه؟ او الالرجيك فانجل ساينايتس. السيمبتومز بقى العيان هيجي بيشتكي من ايه؟ قال لك هيبقى عنده بايلاترال بريزيستنت نيزل اوبستراكشن. مش احنا قلنا كان كل سواء كان بوليب او سواء كان الهيماتوما والكلام ده كله كان بيؤدي الى كرونيك ساينوسايتس، فالموضوع هيكون بريزيستنت يعني مكمل معايا. فعنده بايلاترال، واهم حاجه في موضوع بايلاترال ده في الناحيتين، بايلاترال بريزيستنت نيزل اوبستراكشن، وبرده عنده ديستشارج. قال لك ايه؟ بايلاترال ميكوي نيزل ديستشارج، تمام. طب الساينس بقى احنا انت كدكتور هتلاحظ ايه؟ قال لك دي حاجه كاركترستيك، هنلاقي بايلاترال، هنلاقي بايلاترال عشان في ناحيتين، مالتيبل عشان في اكتر من واحده. قال لك بيل جريش جلستنج سموث سوفت بدنكيوليتد ميسز، هم اولا مالتيبل كتير جدا جدا جدا، ثانيا جلستنج بيلمعوا وسموث ملمسهم ناعم جدا وبدنكيوليتد وظاهرين عندي بره في الايه؟ بره في النيزل كافيتي. و ويتش ارايزز خارجين منين؟ خارجين من الميدل والسوبيريور ميتس، خارجين من عند الاسمويدال ساينس، تمام. بيكونوا جراب لايك، شبه مين؟ شبه عنقود العنب، تمام. بيقول في الحالات السيفير، ان سيفير كيسز البوليباي ماي بروترود ثرو الانتيريور نيرف، يعني بيقول لك لو الحاله سيفير تبدا البوليباي دي اصلا بتبروترود او تبدا انها تظهر من الاوبننج بتاعه النوز، تمام. ممكن نعمل سي تي سكان، ممكن نعمل سي سكان عشان نشوف الاكستند اوف ذا بوليباي، نشوفها واصله لحد فين، نشوف البوليبس دي ظاهره بره او بارزه لبره او ممتده ايه او ممتده لحد فين بالظبط، تمام. يبقى عرفنا اهم حاجه في الاسمويدال بوليباي، بوليباي عرفنا انها بايلاترال وعرفنا انها مالتيبل وانها بتخرج من الاسمويدال ساينسز وانها كانت مور كومن او اشهر من الانتروكوانال بوليب. وبعد كده قلنا ان اشهر سبب ليها الالرجيك راينايتس الحساسيه، ده الكومنست، وممكن تيجي بسبب كرونيك اسمويدال ساينوسايتس او الالرجيك فانجل ساينوسايتس، يبقى الرجي برضو، تمام. وقلنا انها ايه؟ قلنا بتبقى بايلاترال مالتيبل بيل جريش جلستنج سموث سوفت بدنكيوليتد جراب لايكس ايه؟ جراب لايك ميسز. البيهيفير سلوك عامل ازاي؟ بما انها بتنتج من حساسيه، انا بدل الالرجي او نوبات الحساسيه
الحساسيه على حسب تغير الفصول وعلى حسب تغير الجو، فبالتالي هتكون كذا مره كذا مره، فالبوليب بتتكون اكتر من مره، فبالتالي الريكرنس فيها كومن، فهي بيحصل فيها ريكرنس. قال لك الريكرنس ايه؟ طب التريتمنت بقى علشان نعالجها، والله احنا قلنا البوليب هنعالجها سيرجيكال، ان احنا ندخل ونشيلها خالص. فقال ان السيرجيكال اصلا هو ده الايه المين لاين اوف تريتمنت، ده اهم حاجه في العلاج. ممكن ندخل نعمل قال لك اسمويدكتومي اوبريشن، اسمويدكتومي اوبريشن، ممكن نخليها جندسكوبي بدل تريتمنت اوف تشويس، ندخل كده ونبدا نايم نتدخل جراحيا نعمل بوليبكتومي، نشيل اصلا البوليبس دي، نبدا ان احنا ايه نشيلها اكزيشن اوف ذا بوليباي هاي ريكرنس ليت كون كتير وبترجع كذا ايه مره. قال لك الريكرنس ريت بتاعها عالي، او ممكن برضو بما انها بتنتج عن الرجي او حساسيه وكده، فاحنا ممكن نتدخل بميديكال، ممكن ندي ميديكال تريتمنت، ادي مثلا سيستميك استرويدز، سيستميك استرويدز في حاله السمول بوليبوي لو هي البوليبس صغيره. قال لك ممكن اعمل، قال لك هنعمل ميديكال بوليبوكتومي، يعني حاول ان انا اقضي على البوليبس دي بس من خلال الميديكال تريتمنت، هدي ادويه او ممكن ادي انتي هيستامينكس عشان اقلل الحساسيه شويه، او لوكال استرويد اسبريز كده، اسبريز ده ان هو يتحط عليها لوكال، بحيث ان انا ايه، بحيث ان انا املا بعد العمليات، الكلام ده بديه بعد العمليه عشان امنع ايه، عشان امنع الريكرنس، او ان الموضوع ده خلاص انا عملته وتدخلت جراحيا بس مش عايزه الموضوع ده يرجع مره تانية، فابدا ان اديله انتي هيستامينكس، اديله لوكال استرويد اسبريز وايه وكذلك. ده بالنسبه للسمويد البوليباي. ندخل اخر حاجه معانا وهي الانتروكوانال بوليب. انتروكوانال بوليب اولا بوليب واحده بس، فهي يوريلاترال سنجل بوليب، هي ايه يونيلاترال سنجل بوليب، يعتبر عكس الاسمويدال بوليباي تماما. وبما انها اسمها انترو فهي خارجه منين؟ قال لك ويتش ارايز فروم الماكسيلاري ساينس، خارجه من الماكسيلاري ساينس او من الانترم او في الماكسيلاري ساينس. طب بعد ما بتخرج من الماكسيلاري ساينس قال لك زينباسس ثرو اتس اوسيام، تمشي من خلال الاوسيام او الفتحه بتاعتها، انتر النيزل كافيتي، تدخل النيزل كافيتي، بعد كده تبدا ترجع لورا من خلال الكوانا علشان توصل مين؟ عشان توصل للنيزوفارينكس. تمام تمام. يبقى الانترو كوانا البوليب، بوليب يبقى هي يونيلاترال واحده بس وسنجل واحده بس برضو، وتبدا انها تخرج منين؟ من الانترم عشان اسمها انترو، تبدا تدخل من الاوستيوم، من الاوستيوم للنيزل كافيتي، ومن النيزل كافيتي ترجع لورا من خلال الكوانا وتوصل مين؟ تدخل لحد النيزوفارينكس. تمام، تدخل لحد النيزوفارينكس زي ما احنا ما شايفينها اهي. معدل حدوثها، والله معدل حدوثها قال لك ليس كومن، مش منتشره زي الاسمويدال بوليباي، مش اقل انتشارا من الاسمويدال بوليباي، بتيجي في التينيجرز اكتر حاجه، بتيجي قال لك يونيلاترال وسنجل زي ما احنا ما قلنا. طب سببها ايه؟ سببها مش معروف، سببها انون، ميبي انفلاماتوري او ريتنشن سيستم، ممكن يكون سببها انفلاميشن او حاجه، بس هو سببها مش معروف بسبب محدد ليها. طب السيمتومز هيك بيشتكي من ايه؟ ان هو عنده يونيلاترال بيرزيستنت نيزل اوبستراكشن، هي واحده بس فعنده يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ويونيلاترال ايه ميوكويد نيزل ستشوشن. انت كدكتور هتلاحظ ان في يونيلاترال سنجل بلد جريش وجلستنج بتلمع وسموس وسوفت وبدينكليتد ماس، ويتش ارايزز منين؟ قلنا ارايزز من الميدل ميتس، وبترجع لورا من خلال الكوانا وتروح لليه لنيزوفارينكس. ممكن نستخدم السيتي سكان، بتبقى ايه؟ بتبقى دايجنوستيك، وممكن نستخدمها علشان اعرف اشخص واقدر احددها اكتر حاجه. طب سلوكها، هل يا ترى هتريكرنس او هترجع تاني؟ لا، هو قال لك الريكرنس بتاعها انكومن، مش بترجع كتير، لو اوريدي احنا مش عارفين سببها ايه، وفي نفس الوقت هي مش بتتكرر اكتر من مره، بعكس طبعا الاسمويدال بوليباي كانت بتتكرر اكتر من ايه؟ اكتر من مره. طب التريتمنت بتاعها يا ترى هينفع هنا اقول ادويه او ادي ميديكال تريتمنت لما انا مش عارفه السبب اصلا؟ خدتي ادويه بناء على ايه؟ انا مش عارفه ايه السبب اللي بيؤدي الى تكوين الانتروكوانال بوليب، فبالتالي مش هدي ميديكال تريتمنت، انا هدخل جراحيا وابدا ان انا اعدل الخطا اللي موجود ده. ممكن نعمل اندوسكوبيك بوليبكتومي، ندخل اصلا نزيل البوليبس اللي موجوده دي، ونعمل وايدنج لي الناتشرال اوستيوم، نوسع الاوستيوم ده بحيث ان يحصل فنتيليشن ويحصل درينج للتشارج اللي اوريدي متجمد، وده هيبقى احسن حاجه ان احنا نعملها. قال لك ممكن اعمل بوليبكتومي او ايه، قال لك او راديكال انترم اوبريشن، ممكن ندخل بقى نعمل عمليات ونحاول ان احنا نمنع انها اصلا ترجع تاني، وما نخليهاش ان يحصل عشان نمنع حدوث الريكرنس والكلام ده كله. تمام، وكده خلصنا لحد الجزء ده. اتمنى تعذروني لو في اي حاجه قصرت فيها او ما عرفش اوصلها او اتلخبطت في اي حاجه، دي اول محاضره ليا، مستنيه منكم الفيدباك، ولو في اي تعليق على اي حاجه عذرا، يعني دي اول مره والواحد متوتر وعدت الفيديو اكتر من مره. اتمنى اكون فدتكم ولو باي حاجه بسيطه، ومستنيه الفيدباك. شكرا.